شهدت ألوية العمالقة بالساحل الغربي تخرج الدفعة 40 من الدورة العسكرية التي تنظمها لمنتسبيها للرفع من مستوياتهم وتعزيز الخبرات والمهارات التي يمتلكونها. وتلقى أفراد الدفعة التدريبية 40 العديد من التدريبات في التكتيك العسكري والمهارات القتالية والتدريب الناري ومهارات الميدانية. كما تلقى الأفراد المشاركون في الدورة تدريبات متخصصة في الهندسة العسكرية وأخرى في الإسعافات الأولية، إضافة إلى تدريبات نظامية وقتالية أخرى.